Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons étudié la leçon de la lettre d'invitation. Bon, غادي نخدم معكم هاد التمرين عاد ندوزو للدرس باش نستافدو اكثر. Je relis par une flèche. غادي نكملو بواحد السهم. Document 1. هاد الدوكيمون قال لك واش ان كارت دانفيتاسيون دي اكسبرسيون بور انفيتي كيلكان ان سيتوياسيون دو كومونيكاسيون دي اكسبرسيون بور اكسبتي او ريفوزي ان انفيتاسيون. هنا كيف ما كنشوفو كيعطيونا واحد التعابير باش نصيفطو واحد الدعوه لشي شخص اخر. دونك دي اكسبرسيون بور انفيتي كيلكان. غادي هاد لو دوكيمون 1 غادي نعطيو السهم des expressions pour inviter quelqu'un. غادي نديرو هكا السهم بهذا الشكل. دوكيمون 2. هاد لو دوكيمون كيف ما كنلاحظوا انها جو تانفيت ا مون انيفرسير. هنايا لو ليو اي لا دات. دونك سي ان كارت دانفيتاسيون. دونك غادي نديرو هنايا السهم على ان كارت دانفيتاسيون في الدوكيمون 2. دوكيمون 3 كيف ما كتشوفوا هنايا عندنا واحد الوضعيه واحد الناس جالسين هنا هذا جالسوا هذه كيوليو عاوتاني كيهضروا في شي حاجه وعاوتاني كيوليو يهضروا في حاجه اخرى. دونك سي اون سيتوياسيون دو كومونيكاسيون. غادي في دوكيمون 3. دوكيمون 4 هادي باينه دي اكسبرسيون بور اكسبتي او ريفيزي ان انفيتاسيون. هانتوما كيف ما كتشوفوا اكسبتي هنا عندنا التعبير ديال الاكسبتاسيون. هنا عندنا التعبير ديال الغوفيزاسيون. دونك غادي نعطيو السهم ل دوكيمون 4 دي اكسبرسيون بور اكسبتي او ريفوزي ان انفيتاسيون. غادي ندوزو دابا للدرس ديالنا لوتر باج. دونك غادي نقرا لكم دوكيمون 1 وغادي نشرحو لكم الا كان في ما يتشرح. هو لو دوكيمون 2. Salut le 5 juin 2000. هنا ما عطاوناش العام بالضبط. Monsieur le directeur de l'école La Fontaine de Bis avenue Beauregrège. Salut. À monsieur Driss Selmi 60 78 rue Elsès. Salut. Objet invitation. Monsieur, l'établissement La Fontaine organisera la journée porte ouverte le 2 juin 2000. À cette occasion, nous vous invitons à assister aux activités des élèves pour que vous puissiez voir de près les productions de votre enfant. Ce sera un honneur pour nous de vous compter parmi nous. Dans cette attente, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes sincères salutations, Jamal Elofé. Jamal Elofé, qui est radié dans le monde, le monde, بالمناسبه ديال اليوم ديال الابواب المفتوحه حيت دابا هما المؤسسه ديالهم سميتها لا فونتين. وهاد المؤسسه غادي تنظم واحد اليوم غادي تنظم واحد الحفله بالمناسبه ديال اليوم ديال الابواب المفتوحه في 12 يونيو 2000 ما عرفتش شحالاش. المهم 2000 هنا ما عطاوناش العام بالضبط. في هاد المناسبه كيوجه الدعوه ديالو لهاد مسيو ادريس السالمي كيوجه له الدعوه ديالو باش يحضر ويشاهد الانشطه ديال التلامذ والانتاجات والطفل ديالو غادي يكون تما باش يشوف له الانتاجات ديالو وغادي يكون ليهم الشرف انه يكون معاهم في هذيك الحفله. غادي ندوزو دابا للدوكيمون 2. اسيلا 17 جوان 2000. هنا ما عطاوناش العام بالضبط. Salut Nabil, ça gaz. J'espère que tu te marres bien avec les copines. Vous me manquez beaucoup. Je suis à Asila pour quelques jours. Mon cousin m'a laissé son appart. La vie est belle, mais je suis seule. Je m'ennuie à me rire. Je t'invite à venir pour me tenir compagnie. Il y a plein de choses
avoir et à faire. J'attends ton message à plus amicalement, Farid. وحتى الصديق فريد صيفط للصديق ديالو وقال له انا راني في اصيله لواحد الايام حيت ولد العم ديالي خلى لي الفيلا خلى لي العماره ولا الفيلا وهذيك الفيلا زوينه بزاف ولكن انا بوحديتي كنتمنى انك كان نصيفط لك واحد الدعوه انك تجي عندي باش نديرو واحد بزاف ديال الاشياء باقينا ما نديروها. يلا كنتظر الرساله ديالك. الى اللقاء. غادي ندوزو دابا لي زيكسارسيس دو كومبرون جو كومبرون. Premier exercice, quelle hypothèse de lecture peux-tu faire sur le document 2 d'après sa forme? قال لك شنو هي الفرضيه ديال القراءه اللي تقدر تعطي على المستند 2 من خلال الشكل ديالو. بون غادي نعطيكم ليبوتيز دو ليكتور. L'hypothèse de lecture dans le document 2 d'après sa forme est une lettre. الفرضيه ديال القراءه اللي نقدروا نعطيو على المستند 2 من خلال الشكل ديالو هو رساله. ها هو كيف ما كتشوفوا ان ميساج سور فيسبوك ولا ان لتر سي لا ميم شوز. بون غادي ندوزو لا دوزيام اكزارسيس. كيل لا ناتور دي دو دوكيمون. شنو هي النوعيه ديال هاد المستند واحد والمستند جوج؟ لا ناتور دي دو دوكيمون est une lettre d'invitation. النوعيه ديال هاد المستندات بجوج هي رساله ديال الدعوه. غادي ندوزو لا ثوازيام اكزارسيس. كومبليت لو طابلو سويفون. غادي تكمل الجدول التالي. قال لك دوكيمون 1 ليو اي دات. شنو هو لو ليو اي لا دات دو دوكيمون 1؟ لو ليو اي لا دات دو دوكيمون 1 سي سالو لو 5 جوان 2000. حيت هنا ما عطاوناش العام بالضبط دونك غادي نديرو غير سالي لو 5 جوان 2000. غادي ندوزو دابا لدوكيمون 2 اسيلا لو 17 جوان 2000. دونك غادي نكتبوها هنايا في لو دوكيمون 2 في لو ليو اي لا دات. هنايا حيت خصنا ضروري كانوا عليهم يعطيونا العام ما عطاوناش دونك غادي نكتبوه كيف ما هو. ها هي اسيلا لو 17 جوان 2000. هنايا دات دو بوان باسكو ما عطاوناش لاني بالضبط. لو دوكيمون 1 ليميتور. شكون هو المرسل اللي رسل هذيك الرساله في لو دوكيمون 1؟ اللي رسل هذيك الرساله في لو دوكيمون 1 هو جمال اي لو في. يا اما جمال اي لو في يا اما مسيو لو ديريكتور دو لاكول لا فونتين حيت سي لا ميم شوز. دونك غادي نكتبو هنا جمال اي لو في. Le document 2, l'émetteur c'est Farid. Farid. Donc, radin ksbou Farid. Farid. Radin douzou le destinateur. La destinateur document 1. La destinateur du document 1, c'est Monsieur Driss Selmi. Monsieur Driss Selmi. Document 2. C'est Nabil. C'est Nabil, le destinateur. Le document 1, l'objet de la lettre. L'objet de la lettre, c'est invitation. Donc, l'objet de la lettre, c'est invitation. Le document 1. Le document 2, كيف ما حنا شفنا هنايا عطاونا باينه انها حتى هنايا انفيتاسيون حيت كيقولوا جو تانفيت ا فينور. دونك غادي نكتبوا انفيتاسيون. ها هي انفيتاسيون. هادو بلي دو فيهم لوبجي ديالهم مو انفيتاسيون. غادي ندوزو دابا هنايا عطاونا تخوزيام اكزاس خصهم يديروا 4. صحوا هاد المعلومه 4 حيت هنايا 3. 4. Quelle différence y a-t-il entre les deux lettres? شنو هو الاختلاف ما بين هاد جوج رسائل؟ Les différences entre les deux, c'est le document 1, c'est une lettre conventionnelle, et le document 2, c'est une lettre sur les réseaux sociaux.
غادي ندوزو دابا اللي ما شافهاش مزيان لي ريزو سوسيو. ها هي غادي ندوزو دابا جو ديفلوب اي جو ري انفيستي دوكيمون 1 بروميير اكزارسيس. ا كيل ايفينمون لو ديريكتور انفيتيل مسيو دريس سلمي؟ شنو هو الحدث اللي المدير شنو هو الحدث اللي هذاك المدير دعا فيه هذاك رسل واحد دعوه للسيد دريس سلمي؟ سي لا جورني بورت اوفرت، اليوم ديال الابواب المفتوحه سميتها اليوم الابواب المفتوحه. هذا هو الحدث ليفينمون. غادي ندوزو لا دوزيام اكزرسيس. قال لك سوليني ليكسبريسيون كي لا اتيليزي بور لانفيتي. قال لك غادي تسترنا على التعبير اللي استعملو باش يرسل هذيك الدعوه لمسيو دريس سالمي. هي نوفو انفيتون ا اسيستي او اكتيفيتي دي زيليف. نقدروا نديروا غير نسطروا غير على نوفو انفيتون دو سي نوفو انفيتون ا صافي سي تو. تقدروا ما تكملوش هادي سي لا ميم شوز. غادي ندوزو دابا للثوازيام اكزارسيس. Quelle expression le directeur emploie-t-il pour convaincre M. Dreis Selmi d'assister à l'événement قال لك شنو هو التعبير اللي استعملو هذاك المدير باش يرسل هذيك وباش يقبل انه يجي لهذيك الحفل اليوم؟ شنو هو التعبير اللي جعل هذاك السيد دريس سالمي انه يقبل باش يقبل من لو ديريكتور انه يقبل من لو ديريكتور انه يجي لهذيك اليوم العالمي؟ التعبير اللي جعلو انه يجي قال له pour que vous puissiez voir de près les productions de votre enfant. قال له حيت لا جيتي غادي تشوف هذوك الانتاجات اللي صوب الولد ديالك، حيت ضروري الا سمع ان الولد ديالو صوب شي حاجه ضروري غادي يجي، ما يمكنش هادي حيت هذاك ولدو. غادي ندوزو دابا لا كاتريم اكزرسيس. كومون برونتيل كونجي دو لوي غوليف لا فراز كي لو مونتر. قالك زعما كيفاش تكلم هذاك المدير وشنو هو التعبير اللي كيدل على هذا الشيء؟ تكلم معاه افيك ريسبكت دون هو التعبير اللي كيدل على هذا الشيء. تكلم معاه باحترام وبادب وبتقدير اللي كيدل على هذا الشيء. نكتب له هنايا في لا فورمول دو كونجي دون سات اتون جو فو بري داغري مسيو ليكسبريسيون دو مي سانسير ساليتاسيون. هادشي كيعبر على التقدير والاحترام والامتنان. غادي ندوزو دابا لا سانكيام اكزارسيس. سوليني لا بون ريبونس لو ستيل دو لا لتر اي كورون فاميليي سوتوني. واش قال لك غادي تسطر على العباره المناسبه واش هاد الرساله فاميليي زعما العائله اولا زعما عائليه زعما ما فيهاش بزاف الاحترام ولا سوتوني. سوتوني هي فيها التقدير بزاف، دونك غادي نسطرو على سوتوني باسكو فيها ما كيهضرش ما كنحسوش بيه انه كيهضر مع شي واحد عادي، كيهضر مع كنحسو بيه انه كيهضر مع سيد ديال شي مدرسه. غادي دونك غادي نسطرو على هاد العباره. هاي غادي نسطرو على سي سوتوني. دونك غادي ندوزو لوتر باج. قال لك دوكيمون 2 بوركو فريد انفيتيل سون امي. علاش فريد رسل واحد الدعوه للصديق ديالو؟ دونك فريد انفيت سون امي بور سوتونير كومباني. ارسل له هاد الدعوه باش يجي عنده باش ينسو في الوحده ديالو. مكتوبه في النص هنايا قال له جو تانفيت افينير بور سوتونير كومباني. غادي ندوزو دابا لا دوزيام اكزارسيس. كيل نيفو دو لونغ اتيليزتيل دون سون message justifier ta réponse en t'appuyant sur des exemples précis.
قالك شنو هو المستوى ديال اللغة اللي تستعملت في هاد الرسالة، غادي تعلل الجواب ديالك وغادي تعطينا واحد الأمثلة من هاد لو دوكيمون دو بون. غادي نوريكم لو نيفو دو لانغ فاميليي، المستوى ديال اللغه اللي تستعملات هي فاميليي، زعما كيهضر معاه الصديق ديالو زعما كيقول له بوكو. غادي نعلل الجواب ديالي بحيت قال له ساغاز ساغاز ساغاز، قال له زعما كيفاش داير عندك الاحوال. وعاوتاني غادي نعطيكم ان اوتر اكزومبل، هذا ليكزومبل 1 وعنطيكم ان اوتر اكزومبل. Il n'a pas été utilisé le pronom ve et il utilisait le pronom te dans le mot je t'invite. Mais si on met le pronom ve, damer ve, ou si on met damer te, le kalima t'invite. Mais damer ve, qu'est-ce que on met la politesse ou l'adab. اما هو هضر معاه باين ان الصديق ديالو غير من العباره ديال جو تانفيت، هضر معاه بحال انه صديق ديالو او مقرب ليه بزاف، عادي انه يهضر معاه كيف ما بغى بلغه عاديه. غادي ندوزو دابا لا ترويزيام اكزيرسيس. اون بلو دو لا لونغ كي لوتر مويان فريد امبلويي امبلواتيل بور كومينيك افيك سون امي. قالك من غير اللغه شنو هي الوسائل الاخرى اللي استعملها فايد باش يرسل هذيك الرساله للصديق ديالو. استعمل هنا كيف ما كتشوفوا هاد لي موتيكون، ها هما. اذا من غير هاد الشيء استعمل لي زيموتيكون، غادي نزيدو هنايا اس دو بلوريال لي زيموتيكون. دونك غادي ندوزو لجو روتيان كومبليت بار، المهم غادي نخرجها لكم ونقراوها نيشان باش بلا ما نضيعوا الوقت. دونك هنايا غادي نكتبو لو ستيل دو لا لتر دانفيتاسيون، ها هي لا لتر دانفيتاسيون شونج سولون لا ستاتو دي ديستيناتور. ستيل سوتينو دون لو دوكيمون 1 et dans les correspondances officielles, style familier et libre dans le document 2. La structure de la lettre d'invitation varie elle aussi selon la situation de communication. Dans le document 1, par exemple, la situation est officielle. La situation est officielle. On y trouve les coordonnées de l'émetteur et du destinataire, mais ces éléments sont absents dans le document 2 où la communication revue un caractère amical. Donc, j'applique et je transfère. Je complète par signature, cours du texte, coordonnées de l'émetteur, formule de congé, coordonnées des destinataires, objet, lieu et date, formule d'appel. Lieu et date. Lieu et date. Les coordonnées de l'émetteur. Les coordonnées de l'émetteur. Les coordonnées de destinateur. Les coordonnées des destinateurs. L'objet. Objet. Formule d'appel. Formule d'appel. Le corps du texte. Le corps du texte. هنايا عندها فورميل دو كونجي، ها هي هنايا فورميل دو كونجي، هنايا سيناتور، ها هي هنايا سيناتور. اللي ما شافهمش مزيان ها هي هنايا مكتوب سيناتور، ها هي صافي. دابا غادي ندوزو لوتر باج. جو كومبليت بار
signature, corps du texte, formule de congé, lieu et date, formule d'appel. فهنايا غادي نكتبو هنايا lieu et date. ها هي lieu et date. هنايا غادي نكتبو donc غادي نكتبو formule d'appel. ها هي هنا غادي نكتبو formule d'appel. هنايا غادي نكتبو corps du texte. ها هي corps du texte. هنايا غادي نكتبو formule de congé. ها هي formule de congé. هنايا غادي نكتبو signature. ها هي signature. دونك هذا هو الاكزرسيس ديال j'applique et je transfère. D'abord, à une deux ans, je m'évalue. Premier exercice, la directrice d'une association de l'aide contre la violence faite aux enfants écrit une lettre gouverneur ou au président de la commune pour l'inviter à assister à l'ouverture de son nouveau siège. Rédiger la lettre. قال لك المديره ديال الجمعيه ديال محاربه العنف ضد الاطفال كتوجه الرساله للمحافظ او لا الرئيس ديال البلديه وكتدعوه فيها انه يحضر الافتتاح ديال المقرر الجديد اللي غادي يصوبوا. قال لك غادي تكتب واحد الرساله على هذا الشيء. بون غادي نعطيكم واحد لا لتر صوبتها انا اللي بغى يدير بحالها سي با غاف مي حاولوا انكم تصوبوا رسائل لراسكم باش تعلموا كي ديروا تصوبوهم. بون ها هي لا لتر. طونجي لو 28/2020 مدام لا ديريكتريس دو لاسوسياسيون دو ليت النصر طونجي. Le président de la commune 16 rue Al-Masira, Tanger, objet invitation, monsieur le président, l'association de lutte contre la violence faite aux enfants, nous avons l'honneur de vous inviter à assister à l'ouverture de vos nouveaux pièges. Dans cette attente, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma plus haute, de mes sincères salutations. Jamila Ilhani. Bon, hadi ya la lettre li sort likom ala hadak el mawdou. Daba ghadi ndouzou la deuxième exercice. Envoyer un message à l'un de tes amis sur Facebook pour l'inviter à regarder un match de l'équipe nationale ou une émission sur les championnes marocaines d'athlétisme chez toi. قال لك غادي ترسل رساله لشي صديق من الاصدقاء ديالك على الفيسبوك وغادي تدعوه انه يشاهد المباراه ديال المنتخب الوطني او عرض على الابطال ديال العاب القوى ديال المغرب في المكان ديالك. زعما غير بالتليفون ديالك غادي ترسل له هذا الشيء. بون غادي نوريكم لا لتر مكناس le 18 septembre 2020. Salut Ahmed, j'espère que vous et votre famille êtes en bonne santé et bien. Je regarde un match pour l'équipe que tu aimes. Je t'invite à regarder le match à moi pour amusons nous ensemble à plus amicalement. Ali. غادي ندوزو دابا للجوغياجي. قال لك كيل ريزو سوسيو ام تي اتيليزي. قال لك شنو هو وسائل التواصل الاجتماعي اللي كتعجبك. دي بوركوا اون بلو اون كيلكان فراز. غادي تقول لنا علاش فواحد الكلمه فواحد الجمل. بون انا غادي نوريكم الوسيله اللي كتعجبني. اللي بغا اللي كانت كتعجبو يقدر يديرها، مي اللي ما كانش كتعجبو كانت كتعجبو وسيله اخرى يقدر يبدلها. جيم لو فيسبوك باسكو الا اونفوي لو ميساج رابيدمون اي يا دي ايموتيكون دون سيت ريزو.
انا كيعجبني الفيسبوك محيت كيرسل الرسائل بسرعه، وفيه فيه بزاف ديال التعابير الرمزيه اللي نقدر نعبر بها. دونك سي لا فان دو سيت لوسون. دونك نتمنى ان يعجبكم هذا الدرس. ما تنساوش ديروا لايك الفيديو، تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد. علي او ريفوار اي ا دوما ان شاء الله.